ازيكم؟ النهاردة هنتكلم عن نوع جميل جدا، هو البكينيز. اولا تاريخ النوع، بينحدر من الصين وبيرجع تاريخ سلالته للمملكة الصينية القديمة، وكان بيعتبر كلب الملوك في الصين. ثانيا شكل النوع، شكله جميل وكيوت جدا، بيتميز بشعراته الطويلة ووش المبطط، الوانه بتكون ابيض او كريمي بني او اسود، ووزنه بيتراوح من 3 ل 6 كيلو وارتفاعه من 15 ل 23 سنتي. ثالثا استخدامات النوع، من قديم الازل ولحد دلوقتي النوع ده من افضل انواع كلاب العائلات، بيعتبر كلب صحبة، بيبقى قاعد معاك على طول، واللي زاد كمان دلوقتي انه بيتعمل له عروض شو بسبب شكله المميز. رابعا سلوك النوع، كلب هادي جدا وطيب وحبوب، ما عندوش شراسة نهائي تقريبا، وبيتعلق بالناس وبيحبوه. خامسا رأيي الشخصي، لو انت عايز كلب عيلة وحجمه صغير وسريع التعلم ويكون ليك ولأطفالك، فالكلب ده مناسب جدا ليك. شكرا للمشاهدة، لايك والفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.